بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت له تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في شحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم إذا شاء أنشره ثم السبيل يسر ثم أماته فأكبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يكف ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا شبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونهلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أهله وأمه وبنيه لكل منهم وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم.